بيبو كير. من الاسم جاء اللقب. المهارة والموهبة والأخلاق هي عنوان ربط اسمه بأسطورة عشقته جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها وميولها. فتنشاب يملك الموهبة الساحرة في خطف القلوب وانتزاع الإعجاب بالمستطيل الأخضر، فلم يجدوا سوى اسم بيبو نسبة إلى محمود الخطيب الذي اشتهر بهذا اللقب. هو خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي وصاحب الشعبية الكبيرة، خاصة بسبب السوبر هاتريك التاريخي في مباراة السداسية الشهيرة بديربي القاهرة. الله 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 الله. نشأ خالد الأمين صاحب الأصول الصعيدية وتحديدا محافظة قنا، بدأ في مركز شباب فيصل ثم نادي بور توفيق، لمع وخطف الأنظار حتى كانت لحظة الحلم التي لم تفارق خياله منذ أن كان طفلا صغيرا، وهي اللعب بتيشيرت الأهلي. قدم خالد بيبو مستويات مبهرة مع أبناء الرداء الأحمر ربطت قلوب جماهير الأهلي به، فظل بها نجما لا ينسى. من رباعية الزمالك لثلاثية سان داونز الشهيرة التي منحت شياطين الجزيرة الطريق الشرعي للقب الأميرة السمراء عام 2001. خالد بيبو عملها، خالد بيبو يلقي بكلمة الافتتاح خالد بيبو في الدقيقة 6. كما كان بيبو عاشقا للأهلي كلاعب ولم يبتعد عنه بعد الاعتزال. تدرج في عدد من المناصب بقطاع الكرة، من الأكاديميات لعضوية لجنة التخطيط وأخيرا كمدير لقطاع الناشئين. أحلام وطموحات كبيرة تنتظر خالد بيبو، واكتشاف مواهب جديدة للمارد الأحمر هو الهدف الأول له. خالد بيبو يجيب عن كثير من التساؤلات ويضع روشتة المستقبل في حوار خاص مع الأشبال. اقولك ايه، وعدلك ايه يا خالد يا بيبو، ما عنديش حاجة يا ابني اقولها لك. نور.